السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. قبل ما نبداو في الموضوع تاعنا وين ماذا بكم، ما تنساوش بارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، تشغيل يعني تفعيل الجرس باش نسقطوا هذا ما يقول لك السينيال تاع الحشرات اللي مقابلين شوبير مقابلين شوبير ليشان. هذه هي عاونونا نسقطوا لهم السينيال تاعهم هذا مكان بالبارطاج. المهم نعاود نولو وين، مفاوضات مكثفه من اجل اعاده جمال من اجل اعاده جمال بالماضي للميادين وقياده المنتخب السعودي. ان شاء الله يقدر بالسعوديه ويحقق الحلم تاعو يعني، ويحدث كما دار هنا معنا في الجزائر بعد 6 أشهر جبنا كوب دافريك. هيا هو شعل باقي باقي عنده خدمة، عنده خدمة يخدم ويصنع إيكيب يعني ويشوف ويدي السعودية الكوب دي موند. هذه اللي نشوفوها يعني يخدم ويدي السعودية الكوب دي موند. علاش لا؟ كان يتبان له بلي رانا نستهزء، وماني نستهزاء ما والو، انا حقيقة نقول لكم عليها. علاه أمنتو بوطمين مي قال بلي 15 نادي ما بين 15 عروض ما بين أندية ومنتخبات، علاه أمنتوه وعلاه حنا مي نقولو لكم ما تأمنوناش؟ نورمالمون تأمنونا، نورمالمون تأمنونا يعني ماشي يعني هذه حقيقة أنا نقول فيها، هذه حقيقة. وإن أكدت مصادر لصحيفة الرياضية السعودية أن الفرنسي رونار أصبح قريب جدا من عودة للتدريب المنتخب السعودي مجددا لخلافة المدرب الإيطالي الحالي روبرتو مانشيني. عرفتوا كيفاش؟ لي مدرب يقعد من يقلع من، يقعد من يقلع من، شو لمدرب مدرب. ووفق لما ورد فإن إدارة اتحاد كرة القدم السعودية لم تهدئ منذ نهاية المباراة الأخضر مع نظيره البحرين بالتعادل السلبي أمسية يوم الثلاثاء في الجولة 4 من تصفيات نهائيات مؤلية إلى كأس العالم 2026. وهناك اجتماعات عديدة تمت بين كبار مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم. ماك حاجبينها سهلة ولا؟ يعني وين شعلنا وين هم يحوسوا وين ويواجه المدرب المنتخب السعودي الحالي انتقادات جماهيرية وإعلامية حادة بسبب تراجع نتائج خلال الفترة الماضية، وذلك منذ توليه مهمة في أوت 2023 خلافة الفرنسي لينارد رونار. وتولى رونار الدفع يعني القيادة الفنية للصقور الأخضر الصقل الأخضر في جوان 2019، واستطاع المدرب الفرنسي قيادة المنتخب السعودي نحو التأهل لكأس العالم 2022 قبل أن يودع المسابقة من الدور الأول بنتيجة نقولوا بوين يعني أمام الأرجنتين، ويفازوا على بطل العالم وهو الأرجنتين بالأداء والنتيجة. وبرفقة يعني المدرب الفرنسي حققت السعودية خلال مونديال قطر مفاجأة من العيار الثقيل بعد الفوز على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2-2 خلال مرحلة المجموعات، لكن بعد ذلك جاءت الهزيمة من بولندا والمكسيك 2-0 وهدفين لهدف، فيما أكملت الأرجنتين طريقها بعد الخسارة الافتتاحية، واستطاع ميسي ورفقائه حصد اللقب العالمي في نهاية المطاف. وخلال حقبة رونار التدريبية للعب يعني لعب منتخب السعودي 41 مواجهة
عبر جميع البطولات وحقق الفوز 18 مرة وتعادل في 11 مباراة وتلقى الهزيمة 12 لقاء مسجل 51 هدف فيما استقبلت شباكه 32 هدف استناد إلى بيانات مواقع ترانسفير ماركت العالمية. وغادر المدرب الصاحب 56 عام تدريب السعودية في مارس 2023 حيث أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن المدرب طلب عدم إكمال المدة المتبقية من عقده، وعلى ضوء ذلك تمت تسوية إجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد. وبعد رحيله عن التدريب المنتخب السعودي تولى رونار تدريب المنتخب فرنسا للسيدات وخاض معه غمار مونديال كرة القدم العام الماضي في أستراليا. وسبق للمدرب قيادة المنتخب العديد من القارة الإفريقية هي زومبيا اللي فاز معها بكأس إفريقيا، أنغولا ثم الكوت ديفوار التي فاز معها بكأس إفريقيا، والمغرب الذي وصل معه في الربع النهائي كأس إفريقيا 2019 ولعب معها كأس العالم وخرج من الدور الأول. كما تولى يعني قيادة لفريقه ليل وسوسو الفرنسيان. ويعتبر رونار المدرب الوحيد الذي حقق لقب كأس أمم إفريقيا مع منتخبين مختلفين، حيث قاد زومبيا للقب موسم 2011-2012 كما اعتلى منصة التتويجات القارية مع الكوت ديفوار موسم 2014-2015. خدام، ها الناس اللي تخدم، ها الناس اللي تخدم، شو الناس اللي تخدم؟ هذو الناس اللي تخدم. واو هذو يخدموا، هذو الناس تخدم. واو هذه ها غادي نقولوا لكم، واش نقولوا لكم؟ هي جايه هكا اخويا، لطيف صح مكاش والله. لا عرفت شو ناس على بالك، هادو سعوديين مكاش، مكاش القسرة، مكاش قسرة، مكاش 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 اس تخدم، ومكاش عقد تعطيه كيما نهار اللي جازتي الايكاراس ما كان والو، تعطيه كاع الظن، تعطيه كل الصلاحيات، عطاه كاع الصلاحيات، هو ماشي صلاحيات يعني حما روحو كاع. وزادو شدارو داروا استقالة من جهة واحدة، من جهة الاتحادية، الاتحادية ما عندها حتى حماية. هذاك داد راهم وراح، زاد المدرب هذا السابق هذا فانيك تاعنا فانيك داروا له فانيك كيما هكا، في أي لحظة يروح يشكي هيا روح انت اذهب. لازم بعد يجي يقول لك بلي انتوما كنتو تحضروا، انتوما ما هدرنا ما والو حنايا، ما هدرنا ما والو احنا، هذا انتوما هدرتو برك، انتوما كنتو تهدرو، هذا مكسرين مكسرين الهدرة، انتوما كنتو مكسرين الهدرة، لا مكان والله، لا انتوما، انتوما كنتو مكسرين الهدرة بزاف اودع. أيوا بصحتكم، يا خويا، ها راهي جات، أيوا ينجم، ينجم كيسموه، ينجم يروح يدرب في السعودية. مدرب سابق تاعكم، مدرب سابق تاعكم يروح يدرب في السعودية عادي نورمال، ما يخاف ما والو، جرأة
ويخدم وينجح. هذه هي. المهم جماعة ما تنسوش بارتاج البارتاج، ونمشي ابوني ابوني معنا.